إذا نبدأ question 1 orthographe complète avec A ou A accent. إذا بالنسبة A الأولى هي troisième personne singulier ديال الفعل avoir مصرف troisième personne singulier. وبالنسبة ل A accent كتستعمل قبل الاسم كنقول à l'école كتعني إلى المدرسة. إذا غنشوفوا بالنسبة الجملة الأولى مهدي أن أمي تخي جونتي، هنا ما عندناش الفعل، بغينا نقصدو ممكن نقول قصدو شي حاجة عنده ولا عندها كنستعملو لوكسيليغ أفواغ. إذا نقولو هنا مهدي أن أمي تخي جونتي يعني عنده صديق ظريف، إذا نكتبو هنا أ بلا أكسون. نمشيو الجملة بي لا فامي فا فين غنمشي أ لا كار إلى يعني لا كار، إذا هنا غنستعمل أ أكسون، إذا غتكون هنا أ أكسون تخي بيان. سي إلا مال عنده ألم، إذا نستعمل هنا auxiliaire avoir، إذا هنا نستعمل A بلا أكسون à la tête في la tête ديالو. إذا هنا يعني ملي كتكون عندنا preposition يعني كيكون عندنا قبل الاسم كنستعمل A accent، إذا preposition A accent très bien. نمشيو question 2 دابا complète avec est A ولا A. إذا A الأولى كتعني l'auxiliaire être مصرف troisième personne singulier، et الثانية كتستعمل يعني كتعني مثلا كريم اي احمد يعني هو بالعربيه. اذا هنا هاد اوكسيليغ اتر ما كنبغي نعبر على الصفه ديال شي حاجه ولا جو سوي انا اكسيتيرا جو سوي مالاد كنستعمل لوكسيليغ اتر. ناديا اي مالاد هنا خصنا الفعل، اذا غنستعملو لا هنا فيرب اتر يعني لوكسيليغ اتر وانا من اي، اذا غنقول ناديا اي مالاد يعني مريضه. اذا ديما لوكسيليغ اتر كنستعملو كنبغي نعمل صفه ديال شي حاجه. حميدو اوكي اي مهدي، اذا هنا نقول حميد ومهدي جو او سيغ فولون، اذا هنا غنستعمل اي او تي وغنقول حميد اي مهدي جو او سيغ فولون. اذا سي غنقول هي زوينه خصني نستعمل اوكسيليغ اتر، اذا نعمل الي بيل، اذا نقول زوينه و، اذا غنستعمل هنا في الثاني او تي اي بولي يعني زوينه ومحترمه ومؤدبه اي بولي، اذا غنستعمل هنا اي اوكسيليغ اتر هنا اي اللي كتعني و. نمشيو ثلاثة كومبليت افيك سي او سي، هنا سي كنستعملها ما كيكون عندنا سينغولي مفرد و سي افيك اس في الاخر اوكي كنستعملها دي برونون بوزيسيف كنستعملها ما كيكون عندنا بلوغيال جمع. اذا هنا ستيلو سون بلو، اذا هنا ستيلو بزاف، اذا هنا بعدا هنا خاصكم تزيدو تي لان هذا سون افيك تي لوكسيليغ اتر الفعل ضرب الفعل في الجملة، هنا عندنا سون خصنا نزيدو تي لان اوكسيليغ اتر. إذا هنا عندنا الجمع إذا نستعملو كوا سي ستيلو، سي ستيلو سون بلو يعني السلوات ديالو زرقين. أن جولي فيلو، إذا أوكي إذا نقولو هذه إذا دراجة جميلة غنستعملو سي يعني حيت فيلو مفرد غنستعملو سي سانغولي مفرد سي أن جولي فيلو. عندنا بلونش أغولات ولفيت، هنا عندنا الجمع إس في الأخر إذا نستعملو إس أو إس يعني أفيك إس ديال الجمع، إذا غنستعمل سي بلونش أغولات غول فيت، سي بلونج أغولات غول فيت. مهدي كي باتين تخي فيت، إذا نقولو هو مفرد مهدي إذا نستعملو سي وغنقولو سي مهدي كي باتين تخي فيت تخي بيان. ننتقلو كاتر دون لو بلوريال دي نو سيفون، بلوريال ولا مارك دو بلوريال أون فرونسي باش كنماركي البلوريال الجمع كنزيد إس في الأخر، و أون كترجع كوا و أن كترجع دي في الجمع و لو و لا كترجع لي. اذا غنقولو ان جوب سهله غنعمل دي ان كترجع اون كترجع دي و جوب غنزيدها اس في الاخر ديال الجمع غنقولو دي جوب. ان كريون ان كترجع دي و كريون غنزيدها اس في الاخر ديال مارك ديالاش ديال بلوريال ديال الجمع دي كريون. مون ليفر ما كتكون عندنا مون اذا ديال برونون بوسيسيف الجمع ديالو هو مي وغنقولو مي ليفر و ليفر غنزيدها اس في الاخر. لو فيلاج لو ما كتكون عندنا لو ولا لا في البلوريال كترجع لي و فيلاج غنزيدها اس في الاخر ديال البلوريال تري بيان. لا ميزون لا ميزون كترجع لي اوكي و ميزون غنزيدها اس في الاخر اوكي ديال الجمع لي ميزون. لا تروس لا تروس كترجع لا كترجع لي و تروس غنزيدها اس في الاخر تروس اوكي تروس. ان غارسون ان كترجع دي و غارسون غنزيدها اس في الاخر ديال بلوريال وغنقولو دي غارسون اوكي. سون سون اسييت اذا سون كترجع برونون بوسيسيف سون في سانغولي كترجع في الجمع سي وغنزيدو اسييت غنزيدو ليها كوا
نزيدو ليها اس في الاخر ونقولو سيز اسييت. تري بيان، سالينا التمرين الرابع، ننتقلو كيسيون 5. كومبليت سي مو فيمينان بار اي او اي او او اي اس. عندنا فارماسي، الوغ فارماسي كنزيدو اي او في الاخر ونقولو اون فارماسي. تري بيان، اون بروبي، اذا هو اذا الكبش اون بروبي، اذا نزيدو بروبي كتكتب اي اس في الاخر، اذا نقولو اون بروبي. اون فورمي، اذا اون فورمي النملة كتكتب اي في الاخر. اوكي، اون بوجي شمعة، اذا كتكتب اي او في الاخر وكنقولو اون بوجي. تري بيان، اذا سالينا كيسيون 5، نمشيو كيسيون. اوكي، اكتيفيتي دو بروتيكسيون اكريت، نبداو بلا كيسيون 1. اكري لي مو كوريسبوندون او ديسان. اذا نحاولو نكتبو عندنا دي لونيز، هنا نكتبو عندنا الاسماء وعندنا الصور، نحاولو نحددو كل صورة اسم ديالها. دي لونيت، لانستيتور، لو سيرف فولون، لو مارشي. اذا هنا نبداو بلي كنعرفوهم، كتكون هاد الحالة. اذا هنا اشنو عندنا؟ عندنا يعني نظارات اما دي لونيت. اذا نكتبو دي لونيت هنايا. اوكي، عندنا هنايا الاستاذ اشنو كيتسمى؟ اذا عندنا اوكي لانستيتور، اذا نكتبو هنايا لانستيتو. اذا هنا عندنا اوكي باش تبان لكم، عندنا لانستيتو. اوكي، عندنا لانستيتور تور. اوكي، لانستيتور. اذا بالنسبه لهاد الصوره اشنو كتمثل؟ كتمثل لو مارشي. اوكي، وبالنسبه للصوره الاولى كتمثل لو سيرف بول فولون. اوكي، اذا نكتبو هنايا لو سيرف. اوكي، فو فولون، لو سيرف فولون. اذا عندنا لو سيرف فولون، لو مارشي، دي لونيت، لانستيتور. تري بيان، سالينا لا كيسيون، تاخلو لا كيسيون 2. Je mets en ordre les mots pour obtenir une phrase. إذا نحاول نرتب هاد الكلمات باش نحصل على جملة مفيدة. عندنا لور، أولي، دالي، بابا، دي، إلي. إذا بابا دي، إذا عنده بابا دي كوا؟ أشنو قال؟ بابا دي، إلي، لور، دالي، أولي. يعني ساعة باش نمشيو للسرير ديالكم. إذا نكتب هنا ندور جملة، بابا دي دو بوان. أوكي، إلا دي كوا؟ إذا عملو هنا إلا دي حيت الهضرة ديالو. Il est l'heure de quoi? L'heure d'aller ou au lit. Très bien, on salue au point. Nocta. Alors, à dit Jumla Loula. Jumla Tania, laisse-nous encore un peu, s'il te plaît, papa. Mehdi dit, regardez. Idan, je connais Abdel Hadra, Mehdi Khal. Idan, Andohna, Mehdi dit. Idan, Mehdi dit. اوكي، نعملو جو دو بوان واخا ما كتبوهاش. مهدي دي سيل تو بلي بابا. اذا نقولو سيل تو بلي، سيل تو بلي بابا، سيل تو بلي. اوكي، الوغ سيل تو بلي بابا، سيل تو بلي، ارجوك ابي، سيل تو بلي بابا. ليس نو، اذا ليس خلينا، ليس نو روغاردي un peu. خلينا نتفرجوا شويه. اذا وغنكتبوا وغنكملوا باش. اذا هنا ما عندناش، اذا نكملوا بنقطه، ما عندناش سؤال. اذا سيل تو بلي ليس نو ريغاردي ان بو. اذا شو الجمله الثالثه، ان تابلي جو تو دون ناديا دي لو ميا اي لو تو فو فوتي كو. اذا نبداو شكون اللي قال؟ ناديا. اذا ناديا، ناديا دي دو بوان كوا؟ Nadia de veux-tu سؤال، veux-tu que je te donne un tablier؟ il le faut le mien. OK، اذا سؤال عنده بي، veux-tu que je te donne un tablier. OK، il te faut le mien. elle te faut le mien. OK، ou نكتبو هنا في علامه استفهام point d'interrogation سؤال. très bien، نمشيو الجمله او لي مو كلمات ونحاولوا نجمعوهم. une délicieuse à la vanille، maman prépare crème. اذا عنده maman ونقولوا maman تحضر، prépare quoi؟ maman prépare quoi؟ maman prépare
une délicieuse crème à la vanille. Une délicieuse quoi? Crème. Crème à quoi? À la vanille. À la vanille. OK. Point Salina Joumla. Très bien. D'abord Salina, question 2. Ntaqlou question 3. Et donc j'écris quoi? J'écris une phrase pour décrire chaque image. Nhaoulou nktbou soura tu'abir 'an mada? يعني جملة تعبر عن الصورة. إذن نحاول نكتب بالنسبة للصورة الأولى كيبان لنا الطفل كيلعب بهذا ديال اللوح، والصورة الثانية العائلة كتشاهد التلفازة. إذن نحاول نكتب بالنسبة للفراز الأولى ممكن نكتب l'enfant joue avec les planches à roulettes. إذن l'enfant joue avec les planches les planches OK à roulette à roulette très bien بالنسبة la phrase 2 اذا la famille regarde la télévision la famille regarde ou la toute la famille regarde OK dit toute la famille regarde la télévision. OK ركبنا جوج جمل كل جمله كتعبر على الصوره بالنسبه للصوره واحد l'enfant joue avec les planches à roulettes والصوره 2 toute la famille regarde la télévision بهذا نكونوا سالينا التصحيح ديال الامتحان نتمنى نكون فدتكم شكرا والى اللقاء